السادات ما قلتش يا ابني السادات بقيمة اللي قلدوه بطريقة وانا بنقول سوف يتوقف التاريخ طويلا بالفحص والدرس امام عملية السادس من اكتوبر سنة 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور مانع قناة السويس الصعب واقتحام خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس وجسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقد العدو توازنه في 6 ساعات. تعظيم سلام للقوات المسلحة درع وسيف الوطن. تعال من هنا محمود عشان تبين. أنا سعيد جدا النهاردة أن أنا شايف الشعب المصري العظيم جه النهاردة من جميع محافظات مصر وبالخصوص محافظة المنوفية اللي هي مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات. أنا بقول لهم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الله يرحمه زعيم الإنسانية السادات. يا سلام ده قيمة وقامة وعظمة وتاريخ. لما نتكلم عن السادات ده عايز ملايين من الحلقات والبرامج عشان نوفيه شيء قليل مما أعطاه لنا ولمصر من فكر وجهد وعرق ودموع وألم وصهر. دفع حياته من أجل مصر. راجل دفع روحه وحمل روحه على كفه وكفنه على كتفه في 6 أكتوبر 73 مع أولاده أبناء القوات المسلحة المصرية من أجل تحرير الأرض والشرف والكرامة وإعادة لمصر والأمة كرامتها وعزتها ونصرها. طيب. أنت موجود النهاردة ليه يا رئيس؟ أنا موجود عشان الناس لما بتشوفني بذكرهم بالرئيس السادات. يعني حضرتك بيبقى حاجة كويسة جميلة إن هم بيصوروا معايا بيتكلموا معايا بيفتكروا الزعيم اللي جاب لهم الأرض وجاب لهم الحرية. مبتدأ.com